والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. لازلنا مكملين إن شاء الله بإذن الله الحديث عن جملة فور إن، ومثال اليوم راح يكون تطبيقي شوية على موضوع اللوجيك برضو. هنحاول في بمنتهى البساطة نعمل إيه؟ هنشتغل على نفس المثال بتاع الحلقة اللي فاتت، لكن احنا هنحاول نخلي البرنامج اللي احنا هنحاول نعمله ديت يعني يطلع كل القيم باستثناء القيم النال والقيم الانديفايند اللي موجودة جوا اوبجكت معين. ديت الفكرة، فهنستخدم فيها ايه؟ الاوبريتور لوجيك ونوت ايكوال تو والاوبريتور لوجيك اند وكده، يعني هنحاول نراجع برضه عليهم علشان نستخدمهم ربما نكون بشكل وظيفي شويه، يعني اقصد جوه الكونسول بعيدا عن ايه موضوع الدوم والاليمنت والكلام ده. نبدا بتعريف الفاريبل الاولاني او ده اللي هيكون الاوبجكت الكبير يا جماعه اللي هيشيل كل العناصر المختلفه بتاعي. ونفرض مثلا هندي له اكس ده هيساوي احنا هنخليه نال مثلا كوما واي ديت هنخليها undefined كوما زد ديت هنخليها مثلا ماشي 1 2 وخليها رقم 1 كوما اتش مثلا اتش ديت هنخليها array مثلا فيها 1 2 3 كوما 1 2 3 اي ارقام مثلا كوما 4 5 6 اوكي كوما خلاص انا مش عايز اي عناصر في الاري تاني. ونعمل كمان معاه نستد اوبجكت، الاوبجكت ده مثلا هنسميه كيو وهنديله مثلا هنحط جوه منه مثلا دبليو ودبليو ده هنديله مثلا سترينج فيه اسمي اوكي وكمان فاريبل اخير فيه مثلا وتي ده هنحط فيه رقم مثلا اي شيء. كفايه كده خلاص بالنسبه للاوبجكت. لو انا جيت اعين الاوبجكت بتاعي الاقي فيه العناصر اللي انا كنت كاتبها عنصر قيمته نال وعنصر undefined المهم عندي عناصر مختلفه مثلا وفيهم array واوبجكت وهكذا. اوكي جميل خالص. ممكن نكون المرة اللي فاتت يعني او على ما اذكر احنا كنا مستخدمين فور اوكي وجوه البرنتسيس كنا بنكتب جملة فار يا جماعة، انا كنت بعرف المتغير تبعي فده امر طبيعي يعني المسألة ديت عادية. وكمان ممكن اعرف الفاريبل قبل ما اكتبه جوه البرنتسيس بتاع جملة فور، يعني انا ممكن اقول فار مثلا اي انا استخدمت اي بس انا هعمل فور اي مش عايز حاجه تانية. وبعدين هبتدي ادخل جوه جمله فور تبعي وادي البرنتسيز تبع الكيرلي بريسز وهنزلهم كام سطر كده واقول له اي تمام فور اي لما يكون اي ها ان الاوبجكت او حلو كده، يعني اسند لي كل القيم بتاع اوبجكت او بالترتيب في كل تكرار في كل لوب كل مره تعمل تكرار القيم بتتغير. ابتدي اول تكرار مع اول عنصر في الاوبجكت اللي هو بيكون عباره عن اكس اللي قيمته نار بدايه الشات، وابتدي بعدين هكتب جمله الشرط بتاعي اف ادي البرنتسيس تبعي والكيرلي بريسز والسيمي كولن وهقول والله ها اف ايه بقى يا جماعه لما يكون ايه لما يكون الاو الاوبجكت اللي جوه منه القيمه اي دلوقتي اوكي اللي هتتغير ماشي عشان ده اكسبريشن فانا محتاج احطه جوه كمان قوسين تمام كده. يبقى البرنتسيز الكبيره اللي بره دي اللي هي ايه بتاعت الاف، لكن البرنتسيز اللي جوه دي بتاعت مين؟ بتاعت الاوبجكت ده تمام او بتاع العنصر ده. ها ماله يا جماعه؟ انا عايز اقول والله لما يكون نوت ايكوال تو مش مساوي للقيمه النال يعني فيما عدا ذلك. حلو كده انا خلصت الجانب انا ايه طيب انا المفروض اني ادي الاوبجكت اقفل بس القوس نوت ايكوال تو القيمه نال اوكي جميل خالص. وبعدين هستخدم الاند اللوجيك وهقول له والله نفس القصه هفتحه مره ثانيه واقفله هقول له والله لما يكون الاو اللي فيه اي ماله بقى المره دي نوت ايكوال تو undefined. يعني في الحالتين دول لما ما يكونش مساوي القيمه نال
او لما ما يكونش مساوي القيمه undefined. في الحالتين دول انا هاخد ده القوس بس العجيب ده المفروض ان انا احطه كده الاكسبريشن بتاعي يطلع مظبوط يعني. بس انا عايز ده الشرط الاولاني لما ما يكونش مساوي قيمه null، والشرط الثاني لما ما يكونش مساوي قيمه undefined، والقوس ده بتاع ماشي اوكي. ايه يحصل بقى؟ فانا هقول له مثلا امر بسيط زي console.log اكتب يعني، وهقول له اكتب قيمه الاو يعني اكتب قيمه الاوبجكت نفسه اللي هو ايه العناصر فيما عدا النال او الانديفايند تمام. فبنفس الفكره اللي احنا كنا عملناها قبل كده، فاو وما بين البنتسس هكتب الفاريبل كده. انا انهيت يعتبر جمله الشرط بتاعي تمام. لو انا عملت انتر هتلاقيه يكتب لي القيم كلها فيما عدا القيم المساويه للقيمه نال والقيمه المساويه القيم المساويه للقيمه undefined. فتلاقيه كتب لي واحد، هو ابتدى من الاول ابتدى باكس نال، قال لك نال ديت بتساوي ده، فبالتالي الشرط ده مش هتحقق علشان الاند اوبريتور بيربط ما بين الاثنين، لازم يكون الاثنين ترو، فبالتالي الاولاني مش بيحقق الشرط فمش راح ينفع. الواي بقى الواي undefined برضه مش بيحقق الشرط فمش راح ينفع. هجيب العنصر بتاعت اللي هو الزد، الزد واحد، الزد مش بيساوي نال ومش بيساوي undefined، فراح كتب لي الواحد اللي هو قيمه الفاريبل زد. بعدين الاتش مش نال ولا undefined، فراح كتبها لي. بعدين الكيو دات اوبجكت كتبه لي، يعني كتب لي العناصر تبعه. دي طريقه اللي ممكن بيها استخدم الفور ان علشان ايه؟ علشان اشيك على القيم اللي بتكون نال او القيم اللي بتكون undefined، القيم الفاضيه او القيم اللي ايه اللي مش متعرفه. ده مثال تاني على جملة فور ان. يا رب اكون مبسوط من صوابعك ممكن. سبحان الله ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.